السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم معانا مع رحلتنا في برنامج الانتي مايكروبيال ستيورشيب بروجرام. ان شاء الله هنتكلم دلوقتي عن جزء مهم جدا وفعال جدا, وهو سيستماتيك ثينكينج ان بوتنشلي انفكتد بيشنت. صراحه الجزء دوت السورس بتاعه الامريكان سوسايتي اوف هيلث سيستم اللي هو الاي اس اتش بي, كانت مطلعه كتاب رائع جدا في الانتي مايكروبيال ستيورشيب, وده فعلا من ضمن او ممكن من اكتر الحاجات الفعاله اللي شفتها في الكتاب ده مميزه, وهي الالجوريزم او الدايجرام ده. بس انا بصراحه عملت موديفيكيشن معاه عليه بما يتناسب مع مستوى العالم العربي, يعني هو مش نفسه ولكن احنا خدنا بعض الحاجات البارامترز اللي ممكن بيها نحطها بما يتناسب مع سيستماتيك ثينكينج واي واحنا بنتعامل مع اي مريض من امراض الانفكشوس ديزيز بيشنت في العالم العربي. انا شايفه ان السلايد دي